بسم الله الرحمن الرحيم. بذكر الدراجات النارية والعادية من البداية، اللي هو في هذا القطاع اللي هو تيعاني من الدرجة الأولى واحد الركود تام من بعد هذا القانون الجديد، اللي هو تعيش واحد الفوضى، فوضى من ناحية القانون، من ناحية السعة ديال الأسطوانة ديالو، من ناحية لي فيزيت تكنيك. بالنسبة للأسطوانة كاين اللي فيه 110 في الأسطوانة ديالو، وتيدوز بالبلاكة صغيرة. وبالنسبة للبلايك كانوا تيعطيونا البلايك سير بلس لوائح الكيمياء، من بعد ما بقيش تيعطيونا سير بلس، تيعطيونا روسي لمدة ديال واحد 60 يوم، ملي كاع الراكب تيرجع 60 يوم تيعاودو يتبعو ليه واحد 30 يوم. في نفس الوقت بالنسبة للراكب تيلقى مشكل مع الأمن، ملي تيتلقى مع الأمن عندو روسي تيقول ليه فين هي البلاكة. هذه من ضمن المشاكل اللي هي تيعاني منها هذا القطاع.